صواب صواب ولا بلا اي سويتش البيت وا 5 دقائق في التراك منوني ولا ستة يا راقا ايما انا ديما راكب جيب ديما صايق الكتيبة غادا نتفريخ من لقط الطار لقانا غابة مدة ملابة كلين بيت مع الاولد سكول شوية نايس هادي ودنك ما كدر لك شي شوية معه سير والخوت مرحبا بكم معنا رياكشن ديالنا غادي نشوفوا الكلاسات اللي واقع ما بين ديب وانزا حيت بصراحة انا فهمت والو تبالي عاوتاني تريندين هادشي وكلشي داوي عليه قلت نشوفوا شكون عير الاخر شكون سبق الاخر ديب انا كان جاتني ان خبر بانه راه هو اللي سبق في الكلاس وكان كينبك على وينزا في ستوريات ديالو كذا ولكن شكون فيهم الاول حط داك الكلاس البيف الاول فهمتي هنا كاين وينزا اللي حادي بنهار هي الخامسه في تريندين بالنسبه للديب اللي حادي ب 19 ساعه ولا اوكي هذه اللي كترياكتات عليها انا هي سيمفوني هادي لاحب جوج سيمانات تقدر تكون هادي تاهي كلاش من بعد فاش تليح وينزا هذا بنهار جاوبو الديب في جوج بارتيات بارت اي بارت دو دابا اللي غنديرو باش منطولوش فيديو بزاف غنرياكتيو على وينزا في هاد التراك هادي ليحو بنهار حيت سابق الديب من بعد غنشوفو البارتية الأولى والتانية ديال الديب ونشوفو البلان شنو واقع اوكي ليتس جو الكوفر عندنا بعد كاين هاد التلج العيبات وهاد الكلب هذا نسيت سميتو المهم الكلب هذا تيكون خاص بالتلج تيعرف يعيش في ديك البيئة اي جيس هذا هو المهم بيير كاديك هذا انا فرونسي ما عنديش معاه كمل تيك مي هو يخدني بعيدا ماما سمحي لي غنضرب طريبك في الزيرو حين تصروا شي بيادة قبضوا بالدام هنا كيطيروا عرفك غتعذريني ولا تجيني دوكالي دمي سخون ورجلة فيها عمرها تسالي عمر الانسان على دموعك اللي طاحوا باطل دير فيها ناسي واخا البوسطة بقى قدامي فديش في ديور الامان عادي نبريك الفاني ودابو قدام تاشي ولد الساقي طما فراني ديب دير فيها راجل هو بيدوفيل ايوا ها هو جبدو ها البانش لاين الاولى ديب دير فيها راجل هو بيدوفيل سير عاود ديب دير فيها راجل هو بيدوفيل صافي تجوجي باش ما تشتش من سابك وحلو فيك ربي حطك في هاد البلاد باش نضحكو فيك مور في ولدك فاش قطع الحبل جبدو جابو فيك حنا على البلاد واو مور فين زعما هو بات نو بتر واب الاخرين وات ذا فاك تنسي بحطك في هاد البلاد باش نضحكو فيك المور في ولدك فاش قطع الحبل جبدو جابو فيك حنا على البلاد النهار اللي ديب دخل فيه للراب شو ما عرفش مور في ولدك نهار قطعو المهم دابا سنا ديب قبل ما المورفين انا فهمت والو اللي الكلاخ في بلادي كاين عرام في الزنقه كاكا وفي يوتيوب كي عراد فوت ليك اللغات كتبان امي هاني غا عراب مخبي في اصلا تشاير في تويتر ديما مناقل كبرنا بك بحال بن حالي بساعه طلعتي تراكو مساكل ما سوقي شحال هذه قلنا الشيء راه كان في انستغرام كينوك عليه في ستوريات واو قال دابا هنايا وتويتر شيء طول ما سوقي شافي ساكر راه غنقاسرات اللي كيديوها في الطول لا ما ناضوش عرفنا فيك الفيز نجبتي صوفيا طالوني عرفنا قدرتي الحيسه باش تصوب السنه اللي طاحوا ليك سنين وانت كتدق سنين وبابي كاتسوني 14 تراك في واحد هما 13 شاطوا ليك قال لي انا 14 تراك اللي درتي انت زعما انا تخلصت عليك غير تراك واحد دمرت لك كارير وزاو درا صوفات هما فاقوا ناضوا ليك عندي توباك نحس هما فاضوا فيه كسر في حياتي ورقة ورقة طابلو شادو فيد نلعب هذا باغيني نجو يلا وانت زادكم عيد تاش من جوج ميزان راس ميتي بوط بسان هذوك العبيد ديال الراب ولا ماس ديال الديب ولا الله اعلم زعما كاين بغاو يجاوب هو بس انه يبقاو على راحتهم حيت بنادم كيبغي المشاكل وبغي يطيح طايف مع هذا باش يمشي هو يتفرج ويبقى فرحان بحالي بحال رجا واخا اونديتي غنقصيه احبط مرتو هفوز حولي غرقصيه هاني قناتك عارف انت اللي كتبتي ستار ديال ورق صغير خونا راه دخل معاه في العام تشري كيعاير فيه مرتو عائلتو واو واو واو
واسمع ولديب راه عمو راجل غابا باك اللي بداو جبد العيب درت ليه ان فولو عادي ممكن نختلفوا في الفير ساعات قلق بحال مولينيكس ودار سباب البيك واسمعني راه باباك اغتصب قصيره وتزوج بها غير باش يسموك شول العايره يلا ضحك جبدنا الكاميرا هذه الحقيقه يلا شوف دابا كي غتفاريها ما عندك الزهر باباك كيقول ديب كيكذب على الخروده باش يجيب لك يطرو ديال الحليب مرحبا بك في بلادك مرحبا بك في المغرب هز الراي وما تسمعش هضره بواك غادي يخرج عليك الخارب موسيقى وطلع خارب هنايا تشاف سير والو لما عشتش مزيان عرف راسك كله كالو وانا نجحت المعيول سبان ويني راه كلاس عطاني نسيت كتب عليك يقول لك ولدي كنا وكانوا بكره من دوك اللي كيطيروا في الهضره وما ما عندهم والو والنهار غيطيح في ودنك هادشي غيكون داز الوقت تما غاتعرف عمو ونزاش كيسوا ما تخافش كل عيد راه غادي نشري لولديك سوا حيت باك شمات وما غيبقى في راس مالو تما تشعر ما تبكيش وي دابا شوف شي حاجه بيرسونيل بينك وبين شي واحد احسن لك معاه هو والدي نخليهم في الثقه مولا شي نهار في حياتك داز الوقت باش عيسى لي لباك هادشي ديال اليوتيوب داز الزوار واسمع هضرت ماما كون خايب وقدامنا مصواب في الصنقة تفرقع وديما قدامك كون صواب فوالا بلا اي سويتشي البيت واه خمسة دقايق في التراك منعوني وي يلاه ستيا لانستري سالا ونسيت نسيت راستي راستي باقي شوية تما يلا سير خليها الو فينك دابا واو واو كنتسنى في البلاصه ديال ديما اي ديال ديال سميتها بلاتي اشكون هاد الفرده اللي غنغني ولا سمعتهم ان شاء الله بربي المهم هذا السيل بديه هاد النواط اللي بدا بها واخا هو ماشي نفس البارول ولكن نفس الريتم تاع شي واحد الو مي امور فينك دابا والله حتى قلب على بوا وقع على دابا هي هذيك الو مي امور فينك دابا الو مي امور فينك دابا كنسينك في البلاصه ديال ديما المهم هو اصلا ديجا قال راسه ولكن انا ما كنعرفش تخون هذاك الشيء علاش ما قتبلت والو في البدايه كنقول الزبر داس سبعة ويلي ويلي عاود 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 سير كاري با فينك دابا كنتسنى في البلاصة ديال ديما البلاصة في رجلك عليتي البلاصة في تخلص جبنيتي ياك ما يسحب لك ولد باري غاول الشعب وشوية عبقاري شط طريقي ولقيتك في الطريق ولد باري زعما ولد فلوس فهمتي ديك كيقصدو باري كيقصد شي حاجة بمعنى باري انا العاق ثم شبعاني فلوس ولد الشعب وعبقاري نايس نويطة كبراتك حبي راك طليق البيت المخربقه شويه سامبل شويه با با الكيكين هنايا وداك الساوند ديال المهم درامز ما عرفتش داكشي اش لعبه اخرى شي بحال زنزان انا لا قالو كنغني باش كنربي ربي خازح الراب ديالك جاني نهاز هادشي ميلودي بزاف وحاجه واحده اللي هارب هو انه صوت وينزا ضعف من صوت ديك البيت اللي خدام باك جراوند نورمال خص يكونوا متوازين ولا على الاقل الرابر صوته اعلى باش ما نحسوش بالديكالاج هنا لا هنا وينزا الصراحه ما لعبش مزيان في هاد البارتي الاخر كان غادي في الاول مزيان ولكن هنا لا انا لا قالو كنغني باش كنربي ربي خازح الراب ديالك جاني نهاز باع القوة ديك ما يسحبو عندي مهاز هادي باكي متسلم ما وزا باقي ثابت باقي كاين جهد باقي كاين صار كاين صار فهني لك شدي صار وباقي وزا غي صار لك كالباب غي وزا قدم هنايا غي صغار فاض الراب اكبر بلك عيال فاض الراب حرك بوط طيحو قدامي دابا ما كاين الغوط حنا دوك رجال اللي كيبطلو الصاطات الغوطو مزعرتش عليا اخويا بعيني ماشي الطاس اللي غتجي تجيبي في جيب ديمي 2018 قلت لك راه هنايا اللي دايما خط حيو براسكم باش نبانو حنا اللي كاينين Fuanzak 2018 2019
كان كيتكلاشاو بزاف في ايامات 2017 18 كان الراب نايض في المغرب كلشي زايا كلاشات فالونتينو وخلاها حتى الفن ما تخدميش مع هرقة زنزينات كتزنزن دماغ في الاخر. المهم كجواب جاوبو المعاني اللي عطاه فهمتي وداك الشيء بانش لاين شي شويه حسب ما سمعت وضحكني انا عطيت بها العشره. نشوفو دابا الديب شحال التقييم اللي غنديرو ليه. اوكي نبداو مع اوريغامي. ديب ديما خص يكون ديب كسيت العمق هكذا وبادي لينا باوبيرا باك جراوند على البدايه. اوكي شنو اخر البلاندين. اوكي نشوف تمثال منحوت لا حسب النهار نموت ابراهام ديموفر وحسابي في الاخر 2060 اسحاق نيوتن. اما اللي بحالك ما غيفهمنا تيقرا جيم اوفر عافاك سيرجي بدماغ باش تفهم عاد جرب اللودن صحاب لك راسك موضل صحاب الانترو زوينه الانترو كي داخل داك النويطات القهوه فيك دا نايس نموت ابراهام ديموفر وحسابي في الاخر 2060 اسحاق نيوتن. اما اللي بحالك ما غيفهمنا تيقرا جيم اوفر عافاك سيرجي بدماغ باش تفهم عاد جرب اللودن صحاب لك راسك موضل صحاب العيشة عرض الازياء صدقتي في اللوح اللي بيفخصوا معرفة باشياء شوية فيلوزوفي مخلط بعلم الاحياء. اما دماغك راه مهجور الكلاخ مسركل في الاحياء داير مخيام في عقلك البسيط ناشر غازات حتى فاش غنى ماشي كان كيحسبها يمكن راه غازات ميمكنش تضارب مع بوليسي ودير لايف واش انت لاباس القانون ما كيحميش المغفل كيتسمى الساداج كنهز الريشة السما كتولي طابلو في خيالي كنكتب كلاش بالزغب دمو كتحس بهاد الكلاش اللي غيعطيه دابا بحال شي قصة كتغمض عينك وكتمشي مع الأحداث ستاج سلفادور طالي بحال التار ما عنديش مشكل اللي قدي بالي فاش الرقاص بحالك كيهضرو سكات ولا غالي لا لا قاع معيت من لي كلاش باقا طويل القائمة لا لا ديما سيفي فيدي ديما سمايا راه غائمة انا ديما راكب جيب ديما صايق الكتيبة غادا تفريخ من لقط الدار القناة غابة مدة ملعبة كلين بيت مع الاولد سكول شوية نايس هادي ودنك ما كدر لك شي شوية مع سير فيدي ديما سمايا راه غائمة انا ديما راكب جيب ديما صايق الكتيبة غادا تفريخ من لقط الدار القناة غابة مدة ما لعبنا وهذه إعادة التربية هذا ماشي كلاش دوقي صوار خد غرة جوية كيطيحوا بانك في الرابعة عطيك غير 25 من الجهد اللي عطاني ربي الصرف وباقي كانت سالك خاص دانون داكور ضروري راك في السبيطار طارح وتفيق طابور في طابور سيناريو ضحية قاري ديجا داقوك داروك سكس طايف قرية جارح أما أنا فينومين وزاروني وداروا لي طارح عايم في مختبر كيميائي في لابو نتا في الزريبة نباش معاك فكرتني في مختبر ديك السر عايم في مختبر واو ما كانش بيف كنت غير مادة في التجربة ما تثقش لا ضحكت ليك راه غير كنجرك بالسبيبة من غير الراب غير دعي ربي ما نتلاقاوش في شي دريبة يمكن عشتي مع النصارى سمعتي بالترينيتي زعما كاينة قال لي كون ما كانش الراب ما كنتيش اصلا يعني كون ما كانش بيناتنا الراب زعما ما كنتيش اصلا غتقدر تواجهني ما نتلاقاو حتى شي دريبة حيت بحال اللي قلتو زعما هنا قال لي بلي هو ديما خايف منه وانزا خايف من الديب يعني كيبقى يتسابوا ويا بحال هكا في البيفات يوتيوب كذا ولكن في الواقع زعما يقدرش يتلاقى معاه حيت خايف منه هادشي اللي حسب ما فهمت هنايا بسبيبة من غير الراب غير دعي ربي ما نتلاقاوش في شي دريب يمكن دعي ربي ما نتلاقاوش في شي دريب يعني ديجا صافي غادي غادي لي شي بلان شي مع النصارى سمعتي بالترينيتي 3 سنين باش تجاوب حتى واخا تكون ترينيتي شتيني 3 سنين باش تجاوب حيت هو ما كانش اصلا باغي يجاوبو في البدايه كان قالها في واحد اللايف ديالو ولكن مع ذلك دابا صافي دابا طفح الكيك بقى كيدق عليه تجاوبو هادشي اللي بغا الديفا وكيهاجم فيه تاني في البيف لا ناضي ناضي هادشي سير بسم الاول على موتك ميزيتي ما جيتش تدخل معايا في بيف تبان لك البينيفيتس ومرحبا بك فاتيت بارك اللي صانع قال لي انت ما جيتش دخلتي معايا حتى بان لك هادشي فيه الارباح بانت لي القضيه بحال نعطيكم اكزامبل بحال وين زعما كاين ريح من التمثيل باقي شي بروجي مثلا باقي كيتسنى فيه ما خدمتش عليه واش العيبه قال شنو ندير محد كاين وقت الفراغ غير كلاشي ديب حيت كان كيجبدني الله يتكي حد شي نويطات واش كتفهموا معايا ولا انا هادشي مفلسف انا كثر منو تا الابيب منين جا جدك يهودي هارب على ركابيك غتشحنا اليوم وغات نضابط طوال عزيز ربي الاوريغامي مصنوع بكاغ هاتوري هانزوني الاوريغامي راه ما كيحطوش هما عناوين هكاك
راه غيكون شي لعيبه بلاش نجبدو دابا. اوريغامي الورقه تاع اليابان وتفهمتي الاساطير ديالو. المهم ورقه كيصايبو بها شي لعيبه تاع ديكوريشن لايك ذيس كيديرو اليابانيين بزاف. نايس من حوتات كذا الله نايس مسروعه. كنجي عندك بالليل لداركم غتشوفنيش بعيد عليك راه ما كنبانش في منطارك خافك تزيد في الزعامة تكون سكران وطالع بمنطاد دقاطر صايد ما كاينش البيوطة كلشي دارك باش كنبدا نكتب كنبدا نحط كلامي عارق الفكرة باش بديت بيها بقيت في نفس الطريق يجيبوك في التمثيل غير باش تهزك على الفارق كيحتاجوك مرة مرة بس ايش هي؟ بقيت في نفس الطريق يجيبوك في التمثيل غير باش تهزك على الفريق كيحتاجوك مره مره تتخ باش تهز الفريق زعما كاين بحال كيكون شي عندهم براود ناقصه ولا شي لعيبه من ديك هذيك يجيبو شي حد زعما شويه مشهور باش يكملوا به واقيلا. اي ثينك التمثيل غير باش تهزك على الفريق كيحتاجوك مره مره تتسخر في ظرف الطريق كيعطيوك تكتب الدور يلا تجيبها لافقه متطفل في الراب وفي التمثيل وصحاب له سابقه زيرو حضور قال لي نوب نوب في كل شيء في الراب وفي التمثيل كيعطيوك زعما شي دور غير شي حاجه اللي ساهل ايزي ما تحتاجش بزاف باش تحفظ ولا شي لعيبه باش تقن داك الدور ولا اصلا ساهل روكاري مصيرو فانتا شدك للراب سير توركي فوق قرعة فانتا كل تراك كتلوحو غي كتزيد كدير فالطا كل خطوة في الكاريير ديالك هي غي غالطا دوتي على الراب سمعتك جبتي لي القنطة ما فاهمش هيب هوب حيت عندو الثقافة هابطة. واو واو وكما هذا هو غيسويتي تبغى يسويتي بحال كيما دار لي ويزا. اوكي سمعتيني قلتي بحال بابا توباك إيه. اما انا سمعتك قلت بابا سنيت توباك كنعرف توباك توباك المهم توباك راه كنجبدو في هذاك التراك يعني حنا غاديين في منظومه مزيانه صحابني انا واش بعثت لكم الكلاس تاع بصح هذاك الشيء اللي سنتجتو كاين هذيك خرج بنهار وهذا خرج ب 19 ساعه وباقي الكلاس الاخر سمعت باللي قلت سنيت توباك سير توباك اما انا سمعتك قلت بابا سنيت توباك كنعرفوك هروي في ديم العطايا زعما فهمتي كيوصلوا هذا سنيتش يا درتي شحال مفوبا الدراري ما تخافوش غنموت حافت خلات لو طوبا كلاش في 3 سنين كتحط غير ستار كل نهار واخد ليك وقتك عندي من الراب ويدان وبقى نهار درنا مناتي في كبار وما ضربنا حتى نهار انت ضرب الحد على كافكو زي دير الاشهار ردوك الطول في المؤسسه في اي جناح شنو وقعت لوين زنين انه شدوه على قبل الكاسك ماشي كاسك المهم ماشي ما عرفتش ديركم الكاسك ديال الموتور ما كانش ديرو ودار لهم لايف وقال لهم علاش شديتوني وكذا ولا داك خونا اللي شدو قال لي ها هو اللي شدني ها شو انا هذا الصاط و المهم ودانو قنهار درنا مناتي في كبار وما ضربنا حتى نهار انت ضرب الحبس على كافكو زي دير الاشهار ردوك الطول دير الاشهار زي قديكم دير لايف في المؤسسه في اي جناح الريعه تحت شعار نخلقوا المراح الدراري كنعرف نشطح كنعرف الطرف يجيبوا بيك الحبس كانوا يعمروا بيك الفراغ طوريات حيت هو كان قال لهم باللي شي دراري تما كانوا معاهم مسدودين زعما في الحبس فاش عرفوه دو كانوا كيتمزكوا مع ديك التراكات ديالو شي وحدين عرفوه شي وحدين لا ولكن بطبيعه الحال ديك الفتره اللي كانوا معاهم راه غادي يعرفهم براسو وفاش بغى يخرج كان عطى ديك التوني ديالو لهذوك باش سينو فيه دار هو يمكن في شي تراك ولا ما عرفت باقي ما خلص داك التراك ولا شي لعيبه مون دار داك توني بحال هكا ومصور فيه داك الشيء مسيني ظهرو ديك الحباسه اللي تما سينو لي دوين تلاقاو تحنا على ركابي كي شي عاهره في الجاهليه كتحارب نبي كب النبي دهي دورا قل استافد حيت في بلاد الكليخ ربي دار مني غا واحد دار صوت دراماتيك ها قلبي بليك تفرج خلط لك الراب مع التمثيل وانا بيك كنتحرش زيرو فاكت زيرو بانش لاين كلاش مغشوش كتشم فيه النفاق والتمثيل دولاد الفشوش درنا الراب على حقه وبقى غدا القصه محبوكه انت مرشد جمعاوي يجيبوك ضرب الدربوكه وكي قهاره دي بحدايا غراب وموكه نازل من سماك اللعنه ونشر قلب الوقت اللي كنتي كطلع ديال تيك توك في لايف كنت لايح 200 تراك وما عمري ما طمعت في لايك اختاريت الراب لي شحال من تراك لحت وعمري ما طمعت لك انت في شي لايك ديال مع العلم انا دابا شنو كي بدات القصه ان الديب باش كان وين زكي لوح شي تراك كان الديب كي صيفط لي بحال هكا في ستوريات بان راه دار ليه لايك لعيبات وكيسكريني هذاك التراك وكيحطو في بروفيل عنده في ستوريات الديب ستوريات كيقول لهم زعما دخلوا عنده لعيبات كيمشي الديب لعند وين زكي قولي زعما هذاك الشيء البيك اب العيبات كدومين واحد هما هي في الراب دو بيرسون في دومين واحد في الراب زعما واحد كيسجع الاخر انا ما فهمتش كيفاش تحولت الصداقه للعداوه شون خويا في مايك خليك بعيد انت ما فاهمش كنعيشو سبيس رايس اه او سويت تاع البيت زائد انترو وداك الشيء تاع الاوبرا اللي كان هنا وداك واه صالح خدمه نقيه كلين وورك
شوف الكومنتيرات اللي قال هنا طلق سراحو بينا فيه كيشد في خاطره بزاف. بعد خوت غادي نمشيو للرياكشن الثاني اسمه الرياكشن المهم زعما نمشيو للبارتي الثانيه تلفني هذا الديبال هذا اوريغامي البارتي الاولى صراحه بروج اوكي الاولى بروج باي يونس ودابا بروج باي فايدن اوكي اوريغامي اخرى سير على الوقفه والصوت لقاهاك باش تفيق قبل التراك اللي يحط الاول 4 دقائق وهذا جوج ترى خونا خرج عليه 6 راك تاني انا غاد سخين اللي كيبدا الكلاش بماما سمحي لي غادي نطفيه ما كنعرقش في ديس تراك الخدمه في ثقيل اه دي بيدوفيل حيت قصيره شاركت في هذا القرعه ربحت مال دابا كيجاوبوا على داك الشيء عاوتاني اللي كيقول بيدوفيل اللي كما قال لي في التراك الاول ديال وينزا دابا جاوب عليه هنايا حيت قال لي ماشي بيدوفيل حيت او ديرتي راه كنغادي نقولوا لكم اصلا ما كيتشرحش اكيد سمعوا وصافي انت فيه ما كنعرقش في ديس تراك الخدمه في ثقيل اه دي بيدوفيل حيت حوا قصيره شاركت في هذا القرعه ربحتي معنا غا قسيمه فيها كلاش مضروب في جوج في كل تراك بني الدروج جهنم مرة درجات المهم اختار فين تموت نقزتي في قلت غرقه ما اختاريتيش فين تعوم هذا ريل كي ما من تجيها مدعوم بيانو كيلعب في الباك جراوند هاد المره صراحه التراك الاول زعما البارتي الاولى كيفاش دخل بيها وكيفاش هادشي الا كان البيت بحال كغاده بحال كتراك كامل هذا غيكون شي شويه ناقص على البارتي الاولى غندخل في شي هضره جبدها انت من المخيله ما غندخل في طب عاود تجبدتي العائله حيت عارف ماما كانت الدور وباباك كان غايب كانت في كاع البرات تزور ولداتك فوق وجهها رايب كبرتي بالبركات الجيران عشاك طايب انت وخوك كنتو تقالبو في الدار كلشي سايب شتي سهلا نجب واو انت اللي جبد لي تاخويا زعما اي واحد لجات في بالي وغير حيت انا واعر غنطوي وندوز للتالي ماشي بحالك بحالي مكلخ مع عالي مكنشرح الامثله غير باش تفهم واخا غابي اولا في الراب انت صديق ببعض الاشخاص ثانيا لحتي الكلاش ياك ما يبان حدات خاص ثالثا مخنت ما عندكش اصلا ربيع صحابك ما كيعاودوش حداك الاسر هاد البيف لعب كلون ما تدخم وكان وقع لي واحد البلان عاود ثاني هاد النويطه هادي راه هو ما كيلحقش وكيجبد شي لعيبه غير هكا راه ديب از تو ديب انا صح لكم تاني ما فهمت صحابك ما كيقولوش حدا فاش زعما كيكون حداهم هو ما تيقولوش حداه الاسرار كان وقع لي نيت واحد البلان واحد التراك كان باقي ما بغاش يخرجو وبحال داك اللي وقع داك البلان تاع الواب التسريبات كذا تخاطر هو واحد البيرسون قال لي انت ما غاديش تقدر توصل لهذا التراك هذا اللي بحال كان ضحك هو وياه قال لي زعما انا مخاطرين كذا راه ما غاديش تقدر توصل للتراك ديالي هو باقي اكسكلوزيف وباقي ما لحتوش باقي يلا غادي عاد ندير لي زعما كان امتى النهار نلوحو كذا هذاك اللي تحد معاه مشى جبد لي هذاك التراك من عند شي ناس قراب لوينزا وعيط لي قال لي دابا شنو ها هو التراك بين يدي اللوحو ولا ما اللوحوش فهمت يعني هاد النويطه هادي اللي قالها انا على حسب داكشي اللي كنتفرج فيه ولي فاهمه راه بانت ليا اتس ترو كيقولوش حدا الاسرار حق ما كيعاودوش حداك الاسر هاد البيف لعب كلون ما الدخان ديال الضحك وانا حاس براسي لاعب ضد شي بوت كيش طح كابر اسطوره بصح في الهضره كنفصل انت باقي كيعيد 3 سنين انا فرشان طنقي كوموريا داز حداكم شاد بقى ولا مقصر ولا خوت كان شاد زعما زعما راه كاعي كيقول لي زعما هذا بغاني نجاوبو بغاني نكلاشي ها هو التبيفه هو ويا هذاك كيقول لي راني مقصر ما كاعي لا راه بديت في البركان د الحكمه وانت سطل غصبر غنسالي لك الكاريير غصبر انت السهر خاصني باش تموت يمكن غصطر في الريمات بازيك كتريمي كاينين باينين وعايمين وكتبت كاينين كيميل هاد الراب فاش كديروه انت كيري بغا يطيح شي نهار فوق ريوس اللي باينين ماشي اللي باينين حاطين طوبه درنا الساس توما جيو ديرو الفوضى ما انت رابر ما انت ارتيست ما انت موضه كتدي تنوب فابور حبس وسير فكر في التوبه المهم كما قلت لكم البارتي الاولى احسن ولكن هذه في النويطات قاصحين يمكن الاخرى حتى هي ناضي ولكن هذه حسيت به عمق معي مزيان الاخرى عطاه لا باز عطاه المقدمه الافتتاح دابا هذه عطاه العامر داخل في طلوع المهم هذا البيت هذه شي شويه ولكن بالنسبه للكلمات ثقيله اما الاخرى ناضيه في كل شيء وينزا صراحه جاني انه ما قدمش واحد الاداء في ذاك الكلاس اللي كان مازال يخرج شي تراك احسن من هذا كان رياكتو عليه ما كانش حاليا كيبان لي انا الديب هو اللي رابح ايوا الخوت
كانت هذه رياكشن ديالنا. اي حكم درنا التقييم لا خطينا 7 على 10، هذا غادي نعطيه، انا نعطيه 8 ونص، 8 ونص على 10 ككفاءه وكانه فايت الاخر. لقيتوني ولا ما نساش واحد لايك سبسكرايب كومنت، نشوفكم في فيديو جديد. تهلاو في راسكم، بيس اوت.